بليك؟ كيف كلينتون؟ مين؟ كلينتون. منو كلينتون هيدا؟ كلينتون. وكعم مين كلينتون؟ يعني بقول لي شو الاسم بس ما بعرف منو. ساعديني انا. كلينتون صاحبك. صاحبي انا؟ شبيك يا ابو يوسف؟ ما بعرف شو قال لك انه صاحبي؟ كلينتون رئيس الامريكاني السابق. اوه وايش فيك عليه هيدا؟ يحرقني بك هيدا رئيس هيدا عشان تعبان هيدا. هلي جورج بوش لصة كلها شو هيدا كلينتون نسي انا؟ ومين معه خبره بتقلي كلينتون ايه ليه؟ نحن لشوفه شو هيدا. يا ويلي اذكر دي باي الابيب كلينتون على الخط. شو عم تحكي؟ هدي هدي ردي قلي له يوسف من عندي على اللوبيا قبلش احكي معه. هل عندي هذا صاحبك يا عم يوسف ما بيسمع سيد عمر انت احكي معه. قولك عاد؟ ايه شو لك ايه؟ ايه كلينتون؟ صرت قايل لك 100 مرة هيدا الرقم بقى شو تصل عليه؟ فهمت؟ وال 700 دولار اللي مدينك يا هون ما بدي شيء خلي لك اياهم بس ما اشتلفن هون انا عندي عائلة وابرك تحكي لي هون على البيت فهمت؟ جيبك اجو لازقة عيب عم يوسف ايه شو هيدا العيش هيدا هلي بتبوش بتبوش هون الشغل وهون الابداع منو رفقاتي هودي هودي مربيهم بوش صغير رئيس ما كان يلعب هوري بول بالقلة وانا بيو بنلعب الطاولة طاولة الزهر شو عم تحكي؟ لو كريبيانين عندي عصطاي عاودي وكعمي اكلين عنب عندي عصطاي حلا يوم العنب ويبقوا يجرشوا العريش لو كاودي بربيانين عندها وعريتي وهلا من يدقولي جمعة الجاي ودقولي جورج بوش بقول لي حجز لك طيارة الاقي لك جيل عندنا هلا ايه ما بدي بلك هلا برامج سياسية وهو بديهم ما بيعرفوش بلاقي ريمونا هونيك دعمهم من يساعدوا بس مش من يلحقوا امريكا كبيرة نتلوه امريكا قد لبنان عشي مرتين ثلاثة كبيرة كتير يعني ايه والله اشتقلي لك ليش دون اشتق تعبيني الى رئيس وهدو رأسه طب انت ليش هالقد زعلان منه يعني ليش هالقد مقهور منه لكلينتون هو المقهور ما هو اش من يعمل طيب اخبار علينا انا وبتبوش لان احنا هالاصحاب ومشي حيلنا وهن بالرئيس غيران من يطلع علينا اخبار وتلتلت ومدرشني مش تحكي لو كنت خبرك شو؟ ما عرفتش مين بتزعل مع مين؟ مين؟ ريمون زعل مع جورج بوش الرئيس الجديد شو عم تحكي؟ يا رئيب وهسا بيعشورش وكولين بين بعضهم ما بقلوا لك قاضي وليش أنا حلو طيب شو صار؟ وحر قديبة وقت اللي كانوا من يتقابلوا التهاني بتبوش ايه؟ كان من يتقبل تهاني الرئيس يعني يفوتوا الأمريكان على البيت الأبيض يسلموا عليه مبروك الله يوفقك يفوتوا عند ريمون على تاني سالون ما يقعدش معه شو عم تحكي؟ بيحبوا ريمون يوصل الأمريكاني يهنوا يقولوا له كلمتين يفوتوا عند ريمون واحد مان 50 100 200 صاروا قاعدين حوالي ريمون كيف عالم الصغار وهو من يخبر اخباره من يستيلوا خبرة منه خبرون عني وعن اخباري وعن هيدا ايه ومن يعبي بقلبه الرئيس الأمريكاني يقولوا له كلمة يفوتوا عند ريمون بعدين جاونيك واحد من يهني قال له عابل 100 ومدرشن دخلك ريمون إلي إلوانو قال له شحوا مقبور جوا شو؟ مين بدك يسمعه؟ مين؟ بيو جورج بوش البي شو عم تحكي؟ ضل رايح على دغري شو قال له؟ قال له يا عيب الشوم عليك ايه؟ عيب عليك حلو اجا من يقول له بيي انا مش قصدي حط وصمته بالكف ايه؟ اتهم الامريكي كله بالبيت الابيض شو؟ جورج بوش البي خوت قال له انت اذا وصلت هالمنصب هو بفضل ريمون وبيو الريمون يعني انا حلو شو مصر؟ نشهر وما خليلوش ولا كلمة قال له عيب عليك هلق بالقصر هونيك هودي الخدم والحشا والعشية ومدرشين هو بيحبوا ريمون كتير ما هودي ربيان ريمون بالبيت الأبيض بوش مبارح فات بس ريمون من ربيان هونيك طيب زعلوا كتير تركوا شغلهم كلهم وجاوا وقفوا حدوا الريمون هيك 150-200 واحد وصاروا يجقروا هيك البوش للرئيس يجقروا هيك زعلوا منه كتير وفي واحد من هودي الخدم ايه؟ ابنه بالجيش الامريكاني ايه؟ دق له من البيت الابيض قال له بي القصة هيك 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 عطى خبر هيدا للجيش استنفر الجيش استنفر الجيش الامريكاني وصار مهيئ حيله للانقلاب الامريكا كلها نتلوه قدام البيت الابيض 150 الف شخص بربع ساعة عاملين يافطين بص شوف ريمون بيعمل ايه وواحد تاين ثلاثة ريمون يا حياتي وبسيطة شو صار ريمون مثل النار الامريكان 150 الف زلمة عباب البيت الابيض انقلبت الدنيا فوقين تحتاني قال له جورج بوش البي قال له لابنه للرئيس قال له هلي بتروح بتبوسه وبتعذر منه الريمون حلو قال لي ريمون اتركوا عمو جورج اتركوا هيدا خيي والاخو بتتخانق مع بعضها ولا يهمك ابدش يبوسني
انا ابزعلش منه. انتو بس 150,000 امريكاني تشعر بدنه مع شاشة العيلة من الشعر. لا تقلوه الرئيس الامريكاني ما قدرش جيبه. ما قدرش جيبه دموعه للارض. كر دموعه. ما يقدرش يحكي ودموعه تكر ودموعه تكر لو ما حطوش حاجة تحت دولاب بشرفك انت دموع فاتت بالحيطان كسر بات الابيض. والامريكان يبكوا بالبات الابيض جعير. شو عم تحكي؟ وبكي وبرا والجيش شوفي كل واحد كل عسكري على الدبابة حدا بيقول لك هول الجيش الامريكاني وحوشها. دموع على الارض دبابات صار كلها مي البيت الابيض هيك عين جابوا الدفاع المدني الامريكاني يسحب مي من البيت الابيض. ركض هو صار في مي ركض بالميات الرئيس كبوا له وحده هيك مثل الدولاب صباحه وصل عند ريمون غمره بلا شي بوص قال له انت خيي انت سمحتني انا طلعت انجس منك غمره قال له انا اشعيده خلص بحزن منه. حلو كتير. شو هالريمون هيدا يعني؟ ريمون وهن نافش منه لايك كل واحد بيغلط بس بالنهاية ربيني سوا وبحبوا بعض ونطير بس مثل بدل في غيري ريمون مش هين. يا الله يا عميس شو هالخبرية؟ ايه والله لايك لايك نسي دمعتي بشرفي.